كلم عروة بن الزبير عبد الملك بن مروان بكلام غليظ، والحجاج قائم على رأس عبد الملك، فقال الحجاج: يا ابن العمياء، يعني بذلك أمه أسماء بنت أبي بكر، فقد كف بصرها في آخر عمرها، يا ابن العمياء، أتكلم أمير المؤمنين بمثل ما أسمع؟ فقال عروة: يا ابن المتمنية، وما ذكرك عجائز الجنة؟ قال عبد الملك: أقسمت عليك إلا أمسكت، يعني أمسكت عن الكلام وسكت. وكانت جدة الحجاج هي القائلة: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فقال عبد الملك: أقسمت عليك إلا أمسكت. أما قصة المتمنية هذه، فقال عبد الله بن بريدة الأسلمي: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعس ذات ليلة، إذ امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج، تنميه أعراق صدق حين تنسبه أخي وفاء عن المكروب فراج. فلما أصبح عمر سأل عن نصر بن حجاج هذا الذي ذكرته المرأة، فإذا هو من بني سليم، فأرسل إليه فأتاه، فإذا هو من أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها، فأمره عمر أن يطم شعره ففعل، فخرجت جبهته فازداد حسنا، فأمره عمر أن يعتم ففعل فازداد حسنا، فأمره أن يحلق شعره فازداد حسنا. فقال عمر: لا والذي نفسي بيده، لا تساكني بأرض أنا بها. فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة. وخشيت المرأة التي سمع منها عمر هذا الكلام أن يبدو من عمر إليها شيء، يعني أن يعاقبها، فدست إليه أبياتا وهي: قل للإمام الذي تخشى بوادره، مالي وللخمر أو نصر بن حجاج، لا تجعل الظن حقا أن تبيته، إن السبيل سبيل الخائف الراجي، إن الهوى زم بالتقوى لتحجبه حتى يقر بإلجام وإسراجي. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى. وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة، فخرجت أمه يوما بين الأذان والإقامة متعرضة لعمر، فإذا هو قد خرج للصلاة، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله تعالى، وليحاسبنك بما فعلت، أيبيتن عبد الله وعاصم ابناك إلى جنبك وبيني وبين ابن الفيافي والأودية؟ فقال لها عمر: إن ابني لم تهتف بهما العواتق في خدورهن. ثم أرسل عمر إلى البصرة بريدا إلى عتبة عامله على البصرة، فقال عتبة: من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب، فإن البريد خارج. فكتب نصر بن حجاج: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا أمير المؤمنين، أما بعد فاسمع مني هذه الأبيات: لعمري لئن سيرتني أو حرمتني، وما نلت من عرضي عليك حرام،
فأصبحت منفيا ملوما بمنية، وبعض أماني النساء غرام، ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء، وما لي جرمة فألام، فيمنعني مما تقول تكرمي، وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها مما تقول صلاتها، وحال لها في قومها وصيام، فهاتان حالان، فهل أنت راجعي؟ فقد جب مني كاهل وسنام. فلما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الأبيات قال: أما ولي السلطان فلا والله لا يعود، وأقطعه دارا بالبصرة في سوقها. فلما مات عمر ركب نصر راحلته وتوجه إلى المدينة عائدا.